طيب دلوقتي هنحل بعض المسائل اللي جات في شيت 2. السؤال الأولاني بيقول لي for the boolean function f اللي هي موجودة على شكل truth table do the following. أول حاجة list the min term، والتاني حاجة list the max term، وتالت حاجة obtain the boolean function as s or b or b and b or s، وبعد كده دروز اللوجيك دايجرام. يعني مطالب مني أربع حاجات: بلست المين تيرم، بلست الماكس تيرم، وبجيب الفانكشن لغاية اس او بي او بي او اس، وبعد كده بدرو اللوجيك دايجرام اوف الاف. كل ده حاجات ريكوايرد. تمام، دي حاجات ريكوايرد. الـ A والـ B والـ C والحاجات دي حاجات given. اوكي، يعني الـ A دي، الـ A والـ B دي حاجات given، دي اللي انا هشتغل عليها واجيب منها الحاجات اللي هي الاربعة given. طيب خلينا نحل السؤال الاولاني كده اللي هو ايه. أنا جاي لتروث تيبل وعايز من تروث تيبل ده أجيب المين تيرم. تمام، اتفقنا. لو أنا عايز أحل السؤال الأولاني، المين تيرم هو إن أنا بركز على الوحيد اللي موجودة في الفانكشن في تروث تيبل وفي فانكشن، يبقى ده المين تيرم الأولاني وده المين تيرم التاني. الإنديسيز بترتب 0 1 2 3، يبقى ده المين تيرم 2 وده المين تيرم 3. فالمين ترمز اللي عندي M2 و M3 بس كده؟ لا، بتروح قايل لي ال M2 بالتفصيل شكله عامل ازاي وال M3 بالتفصيل عامل ازاي. ال input بتاعي عامل كده، عبارة عن two variables L و M. هتروح انت عامل لي كده L M وهنا L M، بعمل فيهم ايه؟ بعمل لهم ending. طب ايه الاختلاف ما بين M2 و M3؟ الام ال ام ال ام 2 بشوف اذا كانت هتبقى هي ال ام على طول ولا بحط في element فيها لي بار. لو كانت قيمه الفاريبل ده كان زيرو يبقى دي بار، غير كده بيبقى واحد. هتلاقي هنا ان ال ام ده ال ام بار وده ال ام عادي، لان القيمه هنا كلها كانت كام؟ كانت بواحد. يبقى صوتها دي المين تيرمز. اوكي، يبقى المين تيرمز دي الاماكن اللي موجوده في الفانكشن في التروث تيبل اللي قيمتها واحد. بعمل ريبريزنتيشن للمين تيرمز كاند بتوين الانبوت للفانكشن. تمام، طيب طبعا هو هنا في الجزء الاولاني من المطلوب طالب المين تيرمز برضه للاف بار. الاف بار دي اللي هي ان انا بعكس التروث تيبل. تمام، ان انا يكون عندي التروث تيبل بتاعي كده، دي الاف بار. عندي هنا الاف بار، كانت الاف العاديه هنا بزيرو دي هتبقى 1، ودي كانت بزيرو كده هتبقى 1، ودي هتبقى زيرو، ودي هتبقى زيرو. تمام، يبقى الاف بار هي الكومبلمنت بتاع الاف العاديه. كومبلمنت يعني الايه؟ الانفيرت، اللي كاني عملت عليها نوت اوبريشن. اوكي، طيب لو عايز اجيب المين تيرم، طبعا هو يبقى المين تيرم هيبقى المين تيرم رقم زيرو والمين تيرم رقم واحد، لان انت لو جيت اجيب المين ترم الاف بار هلاقي هي الاماكن اللي فيها وحيد هنا والاماكن اللي فيها وحيد هنا معكوسه، بالتالي المين ترمز هتبقى هي العكس. فيبقى عند المين ترم الاف بار هي عباره عن ام 0 وام 1، والام 0 عملها ريبريزنتيشن على هيئه ال ام، ودي على هيئه ال ام. تمام، هل هتبقى ال ام بس كده على طول ولا في حاجه فيها احط لها بار؟ احط في الاولانيه ام 0 بار وبار، لان قيمه الايه؟ الانبوت هنا عندي كان 0 و0، ده 0 وده 0، فيبقى عندي هنا بار وهنا بار. طيب هاجي في الام 1
احط ال ام عاديه ولا واحده فيهم اتحط لها بار؟ احط على ال بار ان انا عندي قيمه الايه، قيمه ال ال هنا كانت بزيرو. اوكي، ده بالنسبه للسؤال الاولاني، بجيب المين تيرمز ازاي. طيب تاني حاجه، لو عايز اجيب الماكس تيرم، الماكس تيرم هي الاماكن اللي في الفانكشن اللي هي كانت بزيرو مش بون، يبقى الماكس تيرم هيبقى عندي في الفانكشن دي، ده الماكس تيرم ده والماكس تيرم ده، لان دي اماكن الفانكشن اللي فيها زيرو ودي اماكن الفانكشن اللي فيها زيرو. طيب لو عايز اعمل المين تيرم، فيبقى المين تيرم ده والمين تيرم ده، واعمل له برزنتيشن بام كابيتال زيرو وام كابيتال واحد. تمام، ليه ام كابيتال؟ عشان ديفرنشيت او بفرق ما بين المين تيرم والماكس تيرم. ليه ام زيرو؟ ام زيرو عشان هي الاليمنت الاولاني، وانا قلت ان انا برتبهم زيرو 1 2 3 خلاص. فانا دلوقتي واقفه الاماكن اللي فيها زيرو هي الاندكس زيرو والاندكس 1، يبقى مين تيرم زيرو ومين تيرم 1، سوري ماكس تيرم زيرو وماكس تيرم 1. طيب ريبريزنت الماكس تيرم ازاي؟ يبقى ال بلس ام، ال بلس ام هيبقى ال بلس ام على طول، ولا في حاجه فيهم تحط لها بار؟ هحط بار لو كان الفاريبل ده، الفاريبل اللي انا واقف عليه كانت قيمته هنا كانت بزيرو. طيب طيب ده المين تيرم، الماكس تيرم الاولاني، الماكس تيرم الاولاني اعمل له ريبريزنتيشن على ال بلس ام. هل احط ال بلس ام ولا في حاجه فيهم احط لها بار؟ هيفضل زي ما هو عادي، لان الديفولت بتاع الماكس تيرم الزيرو، فهو لما يبقى فيه زيرو عادي، مش معناه هو مش متضايق. لكن هنا في الاليمنت ده هحط عليه بار. ليه احط عليه بار؟ ده احط عليه بار ليه؟ لان الاليمنت ده دلوقتي ده الماكس تيرم، لان الاليمنت ده كانت قيمته بواحد. تمام، يبقى لازم احط ال بلس ام بار. اوكي، طيب لو عايز اجيب الماكس تيرم بتاع الاف كومبلمنت، هيبقى اكيد الاليمنت ده والاليمنت ده، يبقى عند الماكس تيرم ايه؟ 2 والماكس تيرم 3، يبقى ام 2 وام 3. طيب ام 2 وام 3 هعمل لهم ريبريزنتيشن ازاي؟ هقول ام ال بلس ام، وهنا ال بلس ام. تمام، هل هيبقوا ال بلس ام عادي كده ولا في حاجه فيهم تحط لها بار؟ لو انا ماسكه الماكس تيرم ده الاليمنت ده بواحد، هيبقى ده عليه بار. لو انا ماسكه الماكس تيرم ده الاليمنت ده بواحد الاليمنت ده بواحد، هيبقى ده عليه بار وده عليه بار. تمام، ده بالنسبه للحل بتاع لو عايز اجيب الماكس تيرم. طب لو عايز اجيب البوليان فانكشن ك اس او بي، اجيب البوليان فانكشن ك اس او بي ازاي؟ لو عايز اجيب الفانكشن الاف دي بس، ده هي بس ك اس او بي، طبعا نتفق ان الجزء ده بتاع الاف بار والجزء ده بتاع الاف، خلاص. طيب لو هو عايز يجيب الاف، عايز يجيب الاس او بي بتاع الاف، يبقى الاس او بي بتاع الاف بتساوي ايه؟ يبقى الاف وفي ال ال وام
بتساوي المين ترم ده والمين ترم ده، ممكن اقول summation of مين ترم 2 و 3 تمام. ممكن اقول ده الحل ده صح او الحل ده صح، ممكن اقول ال اف اوف اف ال و ام بتساوي المين ترم ده، اقول له بدل ما اقول ام 2 وام 3 اقول لا ال ام بار زائد ال ام، ال ام بار زائد ال ام تمام. دي لو انا عايز اجيب الاس او بي. طب لو عايز اجيب البي او اس، البي او اس ممكن تقول ان البي او اس بيساوي ضرب الماكس تيرم كابتن، ماكس تيرم اللي هو الصفر والواحد، الماكس تيرم صفر وواحد تمام. ممكن تقول ان هو برضه بيساوي، يعني الحل ده صح والحل ده صح، عايز تحل ده بس صح، عايز تحل ده بس، عايز تحل اتنين صح تمام. طب لو عايز اجيب بالنسبه للبي او اس، البي او اس بيساوي ضرب الماكس تيرم، او ممكن تقول ال ال بلس ام ده الماكس تيرم ده تضربه في الماكس تيرم ده اللي هو ال بلس ام بار تمام. نفس اللي انا عملته ده هعمله لو عايز اجيب الاس او بي والبي او اس للاف بار، عايز اجيب البي او اس الاس او بي، يبقى الاس او بي هتساوي ايه؟ هتساوي السمشن في المين تيرمز دي ام ام 0 وام 1، المين تيرم 0 و1، او ممكن اقول ان هي بتساوي ال ال ام بار بار بلس ال ال ام بار تمام. طيب لو عايز اجيب البي او اس، البي او اس بتساوي ضرب الماكس تيرمز دي ام كابيتال، الماكس تيرمز هنا كام؟ الاثنين التلاتة، يبقى الماكس تيرمز اتنين وتلاتة، او بتساوي ان انا احط الماكس تيرمز دي جنب بعضها تمام. ممكن اعملها هنا الماكس تيرمز بتساوي ال بلس ام مضروبة في ال ال بلس ام تمام. ده بالنسبة لإجابة السؤال التالت. طيب طب عايز احل السؤال الرابع، كل ده انا بحل الجزء ايه بس، كل اللي انت فهمته ده هتكرره على بي وسي ودي اوكي. لو عايز احل السؤال الرابع، عايز ادرو ذا لوجيك دياجرام اوف اف، عايز ارسم اللوجيك دياجرام الاف. هعمل ايه لو انا عايز ارسم اللوجيك دياجرام للاف؟ بختار ارسم الاس او بي او البي او اس براحتي على حسب اللي انا شايفه سهل او في عدد ترمز اقل تمام. خلينا مثلا نرسم الاس او بي، هيبقى عندي هنا الانبوت ال والانبوت ام، وكل واحد فيهم نازل منه ايه واير كده، وفي ال اللي طالع منها نوت تحسبا، يعني لو كان فيه هيبقى فيه نوت تمام، ودي برضو هيبقى فيها خارج منها نوت لو احتجت ان انا ابقى فيه نوت اوكي. طيب ال اس او بي عباره عن ايه؟ لو انا ارسم الاس او بي عباره عن ال ال ام بار، انا هاخد واير من ال
واخد بار من الام بار واعمل الاثنين دول ايه اند. تمام. طيب و ال ام يعني هاخد بار من ال لوحدها والام لوحدها من غير اي بار. تمام. واعمل لهم اند. الاوتبوت بتاع الاثنين دول هدخله على اور فانكشن. اوكي اور جيت يعني. هتبقى الاوتبوت ده هو الاف. كده انا رسمت لوجيك ديجرام للاف. طبعا ممكن ارسم لوجيك ديجرام للاف بار برضو ان انا باخد ال يعني لو في مكان لو عايزه ارسم اللوجيك ديجرام لل اف بار وارسم مثلا الاس او بي هيبقى الاس او بي عباره عن ايه ال بار ام بار بلس ال بار ام هيبقى عندي واير خارج من ال واير خارج من الام ال وهنا واير خارج من الام وفي هنا اعمل اند جيت تحسبا لو انا احتجت البار وهنا برضو هعمل بار نوت لو انا احتجت النوت. اوكي طيب البي او اس هنا ال بار ام بار ادي ال بار ام بار هعمل لهم اند جيت واخد منهم اوتبوت. طيب بعد كده ال بار ام هاخد واير من ال بار واخد واير من الام واعمل لهم ايه اند. وبعد كده اللي طالع من ده واللي طالع من ده اعمل له اور ده لان انا برسم ال اس او بي. تمام. يبقى دي كده اجابه السؤال الاولاني بارت ايه. طالب مني اربع حاجات المين تيرم للاف والاف بار والماكس تيرم للاف والاف بار والاس او بي والبي او اس للاف والاف بار واللوجيك دياجرام للاف والاف بار. اوكي يعني ده كده باختصار المطلوب الاولاني او السؤال الاولاني. طبعا اللي عملناه ده هنعمله في بارت بي وسي ودي. الاختلاف ما بين البي الاي والبي والسي والدي ان ده تو فاريبلز وده ثري فاريبلز عادي. ما فيش اي مشاكل يعني هتبقى تعمل نفس البروسيس عادي. لو عايز تحدد المين تيرم بهذه المين تيرم. تمام. المين تيرم بتاعك هيبقى ده 3 فاريبلز دي هتعمل لها ريبريزنتيشن على هيئه مثلا مين تيرم 0 تعمل لها ريبريزنتيشن على هيئه A B C بتعمل لها اندنج مع بعض وتشوف اذا كنت هتحطه بره ولا لا. فانا هحطه بره على الثلاثه لان المين تيرم الديفولت بتاعه 1 وهو هنا كل ده ب 0. تمام. فيبقى في بار. اوكي وهتنفذ طبعا على طب لو عايز تجيب الماكس تيرم الماكس تيرم هيبقى ام كابيتال طبعا ده الماكس تيرم اللي فيه الزيرو ده الماكس تيرم. لو شفنا الاندكس هتلاقي ده 0 1 2 3 يبقى ده الاندكس 3 يبقى ام 3 بتساوي الترم ده هتعمل له ايه؟ هتعمل له اند؟ لا هعمل له اور. هيبقى ايه؟ بلس بي بلس سي. اوكي هل في حد فيهم هيتحط له بار؟ احط هنا واحط هنا لان الديفولت بتاع الماكس تيرم 0 المين تيرم عكس الماكس تيرم.
في المين تيرم ام سمول والماكس تيرم ام كابيتال. في الام في المين تيرم بتعمل اندنج، في الماكس تيرم بتعمل اور. الديفولت بتاع المين تيرم واحد والديفولت بتاع الماكس تيرم زيرو. اوكي، ده بالنسبه للسؤال الاولاني. بالنسبة للسؤال ده، for the following boolean function obtain the truth table، ما عنديش truth table بقى، بيقول لي هات truth table و express the function as sum of min term و product of max term و draw the logic diagram. هو هنا طالب نفس الحاجة المطلوبة في السؤال الأولاني، بس الفكرة، بس هو طالب، يعني هو دلوقتي طالب نفس الحاجات بس ما فيش اف بار. خلاص، طالب ال 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 اس او بي والبي او اس واللوجيك ديجرام. طيب خلينا بس تاني، اول حاجه ده الحاجات ال دي الانبوت او دي الحاجات الجيفن. تمام، لازم تميز في السؤال بتاعك ايه المطلوب وايه الجيفن. تمام، ده الريكوايرد، يعني ده المطلوب. انت بتميز لنفسك، يعني ما تحددليش في الاجابه عادي، بس انت بتميز لنفسك. واحد مطلوب حاجة، اربع حاجات، واحد اثنين ثلاثه اربعه، مطلوب منك اربع حاجات تحلها. خلاص، كل ده للفانكشن. هناخد مثلا الفانكشن ايه الاولاني. طبعا السؤال لما يجي لك، بنفترض ان احنا في الامتحان هيجي لك مثلا اف واحده، خلاص يبقى انت مطلوب منك اربع حاجات للايه. اوكي، طيب ايه هي الاربع حاجات او هنحلها ازاي؟ يقول لي هات التروث تيبل للاليمنت للبوليان فانكشن دي او الالجبريك فورم ده. خلاص، بتعمل ايه في التروث تيبل؟ بتبني تروث تيبل كده، بتشوف طبعا الفانكشن بتاعتك عباره عن كام فاريبل، A وB وC، وهنا اللي مذكور A وB وC، يبقى خلاص عندي A وB وC. خلاص، A اعتقد كان في مشكله في ال كان في مشكله في الصوت. بس تاني، ده بالنسبه للسؤال التاني، مطلوب منك اربع حاجات، الحاجات الريكوايرد اربع حاجات، والحاجات الجيفن مطلوب من، يعني ان انت الاربع حاجات دي هتجيبها على الحاجات دي كلها. تمام، هنحل طبعا الاربع حاجات دي على البارت ايه بس. طيب، اول حاجه طالبها ان هو عايز التروث تيبل. بجيب التروث تيبل ازاي الاليمنت ده؟ بشوف الفانكشن بتاعتي فيها اف اوف اي وبي وسي، يعني فيها ثلاثة فاريبلز، وطبعا الترمز اللي موجوده هنا كان اي بي سي بي اي سي، يعني الثلاث ترمز برضه هيبقى اي بي سي، مش ثلاث ترمز اللي هو يعني اي بي بار سي بي، لا، يعني انا لما جيت انا لقيت هنا اي وبي وسي، وهنا كان اي وبي، وهنا سي وبي، يعني الترمز او السيمبلز اللي موجوده فعلا كانت اي وبي وسي بس، مفيش دي ولا ايه وكده. فيبقى الحاجات اللي عاملها في التروث تيبل اي وبي وسي. طيب هل في حاجه فيهم عليها بار؟ هلاقي البي عليها بار والاي بار والسي بار، فاحط الاي بار، يعني اعمل بالترتيب برده عشان ايه يفضل، الاي بار البي بار والسي بار. طيب بملي بعد كده، بشوف الاليمنت ده اي بي بار، بحطه هنا اي بي بار، والترم ده برضو اللي جنبه اللي هو السي بي بحطه هنا سي بي، وبعد كده التاني ده اللي اسمه اي بار سي، اي بار سي بار، وبعد كده بعمل كولوم في الاخر اللي هو الاف، اللي هو عباره عن انا بعمل اورنج ما بين ثلاث اليمنتس تول اور. اوكي، طيب اتمنى طبعا الدنيا تبقى سريعه عشان انا بس مش بستعمل اليمنت 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، 0 0 0 0 1
بملي الاليمنت ده بايه بار، يعني عكس الكولم ده هيبقى عندي 1 1 0 0 0 0. طيب بي بار هيبقى عكس الكولم ده اللي هو هنا صفرين وحدين، هيبقى وحدين صفرين وحدين صفرين. تمام. لو عايز اجيب السي بار هيبقى واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. تمام. ال A B بار، ال A B بار باخد انا ال element ده وال element ده وبعمل لهم end، وطبعا ال ending ان انا بشوف ال A وال B بار كانوا واحد مع بعض فين. فهلاقي ان كانوا واحد في ال element ده، كانوا واحد في ال element ده، فطبعا باقي ال element هتبقى zero. لما بتيجي تعمل ending ل two columns مع بعض ممكن تعملهم ستيب باي ستيب، وممكن تعملها بطريقه اسرع وانك تشوف التو كولمز دول كانوا واحد مع بعض فين. تمام. والمكان اللي هما الاثنين مع بعض فيه واحد هيبقى هو ده قيم اللي هو برضو الاوتبوت هيبقى واحد فيه. تمام. لان الاندنج بتيجي لما بيبقى فيه اتنين واحد مع بعض. طيب لو عايز اعمل سي وبي اعمل لهم السي والبي هعملها الكولم ده. انا دلوقتي خلصت ده وبعمل ده، فالسي والبي هعمل لها اندنج، فيبقى ده السي وده البي هعمل لهم اندنج. هدور فيهم هما الاثنين واحد فين، هدور فيهم هما الاثنين واحد فين، هلاقي هنا وهلاقي هنا التو سيلز دو، التو سيلز دي التو سيلز دي. كان في الاي والبي بار كان الاليمنت ده الاي والبي بار كان هنا، والاي والبي بار كان هنا، عشان كده حطينا واحد هنا. تمام. طيب وهنا نحط واحد هنا عشان برضو هم واحد في الحتة دي. طيب غير كده الأماكن دي كلها تبقى بس فور. طيب لو عايز اعمل اندنج للاي بار والسي بار هعمل اندنج للاي بار والسي بار، شو هما الاثنين واحد فين، هلاقي ان هما واحد هنا وهنا، فهحط هنا واحد، وهلاقيهم برضو واحد هنا وهنا، هحط هنا واحد، ومش هلاقيهم في مكان تاني وحايد، فيبقى باقي كل ده صفار. طيب الاف بقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاور بتاع التو كولمز دول. بعمل اور ازاي؟ بشوف التو كولمز دول كانوا مع بعض هما الثلاثه زيرو فين، هلاقي ان هما كانوا زيرو في السيلز دي، احط هنا زيرو، ان ده ناتج الاور. لما بكون في الاور لازم الثلاثه دول يبقوا زيرو. هشوف اي element تاني هلاقي ان هنا برضو كان زيرو، واحط هنا زيرو.
تمام. I'm assuming طبعا ان انا مش ناسية اي ترم. خلاص يبقى هنا كل الترم دي وحيد واحد 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 واحد. خلاص طيب ده بالنسبة للسؤال الاولاني ان انا بأوبتين ترمستر. وبعد كده بقول لي express the function as sum of min term. مبدئيا sum of min term هي ياها اس او بي هي ياها sum of product. يعني اللي انا هحله دلوقتي لو جالي لو سمحت حل السم اوف مين تيرم هي يا لو قال لي حل السم اوف برودكت هي يا لو حل قال لي حل الاس او بي. تمام نفس اللي انا هحله هو لو كان طلب مني اي حاجه. الاثنين نفس الحاجه سم اوف مين تيرم بتحط المين تيرمز جنب بعضها. اس او بي اختصار لسم اوف برودكت. سم اوف برودكت يعني بتخلي السمز البرودكتس بتعمل لها سم جنب بعضها. تمام طيب بحل انا السم اوف المين تيرمز دي ازاي؟ بجيب المين تيرمز اللي في الفانكشن. الفانكشن بتاعتي المين تيرم بتاعتها هي الاماكن اللي فيها وحايد. تمام هيبقى عندي المين تيرم رقم واحد البنت زيرو المين تيرم الاولاني والمين تيرم التالت هيبقى مين تيرم صفر واحد اتنين والمين ترم اللي بعده ثلاثة والمين ترم اللي بعده أربعة والمين ترم خمسة والمين ترم سبعة. تمام هعمل البرزنتيشن للمين ترم زيرو ازاي؟ هيبقى عبارة عن A B C وهنا عبارة عن A B C وهنا A وهكذا. خلاص يبقى هنا برضه هيبقى A B C. طيب بسيبهم كلهم A B C كده ولا في حاجة فيهم تحط لها بار؟ في حاجة بتحط لها بار لو كانت قيمتها في الانبوت لو كانت قيمتها في الانبوت كانت بزيرو. طيب دلوقتي لو انا ماسكه المين تيرم الاولاني فهاخد الانبوت دي واحط A B C واحط مين فيهم اللي احط لها بار؟ احط على دي بار ودي بار لان الاي كانت بزيرو والبي كانت بزيرو. طيب الترم اللي بعده اللي هو ده زيرو واحد زيرو هيبقى ده بار ودي بار. الليمنت اللي بعده زيرو واحد واحد زيرو واحد واحد. الليمنت اللي بعده واحد زيرو زيرو يبقى A B بار C بار. الليمنت اللي بعد كده واحد زيرو واحد هيبقى ايه بار A B بار C. طيب ده هيبقى ايه A B C على طول لان كلهم بوحي. اوكي طيب هل لغايه دلوقتي انا جبت المطلوب الثاني اللي هو السم اوف برودكت او السم اوف مين تيرم؟ لا السم اوف مين تيرم سم اوف برودكت بيساوي انك بتحط كل دول جنب بعض A
سوري A بار B بار C بلس المين ترم اللي بعده اللي هو A بار B C بار وهكذا بلس ال A بار B C لغاية لما تخلص كل المين ترم. طبعا ما فيش نقط بتحط في الامتحان، تحطهم كلهم تمام. ده بالنسبة للسؤال الثاني، لو عايز أجيب الـ sum of min term أوكي أو الـ sum of product أو الـ sum of max term. طيب لو عايز أجيب المطلوب التالت اللي هو الـ product of max term، product of max term، product of max term بيتقال عليها ممكن اقول بي او اس، ممكن اقول عليها product of max term، ممكن اقول product of sum، product of sum تمام. يعني ممكن يجي السؤال ده بكذا طريقه. لو سمحت هات لي البي او اس، لو سمحت هات لي البرودكت اوف سم، لو سمحت هات البرودكت ماكس تيرم، كل دول حاجه واحده تمام. بتجاب بقى ازاي البرودكت اوف ماكس تيرم؟ بشوف الفانكشن بتاعتي، طبعا انا مسحت ال ماشي مش مشكله. بشوف الفانكشن بتاعتي كانت قيمتها زيرو فين، هلاقي ان الفانكشن قيمتها زيرو هنا وقيمتها زيرو هنا تمام. طيب اول حاجه عشان اجيب البرودكت اوف ماكس تير، البرودكت اوف سم وبرودكت اوف ماكس تيرم، بحدد اماكن الفانكشن اللي فيها زيرو، وتبقى هي دي الماكس تيرمز بتاعتي. يبقى الماكس تيرم الاولاني والماكس تيرم الثاني، لان عندي مكانين الماكس تيرم ده صفر واحد، يبقى الماكس تيرم الاندكس بتاعه واحد. و صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، والماكس تيرم رقم سته، الماكس تيرم اللي قبل الاخير. بعمل ريفيجن ماكس تيرمز ازاي؟ بشوف الانبوت بتاعي، الانبوت بتاعي بحط الانبوت بتاعي على هيئة كومباينيشن A بلس B بلس سي تمام، والتاني برضو A بلس B بلس سي، هسيبه زي ما هما ولا في حاجة فيهم هيبقى ليها أور؟ هيبقى مين فيهم اللي عليه أور؟ الديفولت بتاع الماكس تيرم زيرو، يعني الحاجة اللي هيبقى فيها واحد هي اللي هيبقى فيها مشكلة تمام. هاجي عند A بلس B بلس C، هنا صفر صفر واحد، دي اللي هيبقى عليها بار تمام. طيب المين الماكس تيرم الأخير اللي هو واحد واحد صفر، ب A بلس B بلس بلس C بار. ده الماكس تيرمز بتاعتي. طيب وبعد كده هتبقى ال product of sum بتاعتي عبارة عن الماكس تيرمز دي كلها بتحط جنب بعضها كده بس على هيئة برودكت تمام. بعمل برودكت ليهم هم جنب بعض، كان في السم اوف برودكت او في الاس او بي كنت بحطهم جنب بعض اديشن، لكن هنا هحطهم جنب بعض ايه ضرب. هيبقى البي او اس
بتساوي، ممكن تقول بتساوي الملتبليكيشن وفي المين تيرم الماكس تيرم سوري الماكس تيرم واحد وستة. ممكن تقول لي ان هو بيساوي البرودكت اوف سام بيساوي الماكس تيرم ده بالتفصيل اللي هو A plus B plus C ال A plus B plus C. ال C كانت أور، هعمل لها ضرب مع ال A plus B plus C. تمام، ده كده البرودكت اوف سم. يا اما تقول له لي على هيئه برودكت، يعني علامه البرودكت اوف ماكس تيرمز ام كابيتال الاندسيز 1 و6 1 و6، او تقولهم لي بالتفصيل اللي هو عباره عن ال A بلس B بلس C بلس C بار. تمام، ده كده بالنسبة للسؤال الثالث لو كان عايز البرودكت اوف ماكس تيرم. بعد كده الحاجة الرابعة بقول لي دروس لوجيك دايجرام. طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنرسم البي او اس او الاس او بي، فخلينا نرسم البي او اس لان البي او اس عبارة عن تو تيرمز بس. تمام، طيب نرسم المطلوب الرابع. هيبقى عندي A وعندي B وعندي C. ال A هيبقى طلع منها line والباقي طلع منها line وال C يطلع منها line. هعمل ايه؟ هيبقى ال A plus B plus C bar، كل دول اعمل لهم OR واخد واير من ال A واير من ال B واير من ال C. ال C اعمل لها bar لا نوت الاول، وبعدين هاخد واير من ليهم منهم هما الثلاثه اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم او. طيب بعد كده برسم الماكس تيرم الثاني اللي هو A بلس B الاثنين الماكس تيرم ده 1 1 0، هيبقى A بار B بار A بار B بار C. تمام، الماكس تيرم الأولاني A بلس B بلس C بار لأنه 0 0 1، لكن الماكس تيرم التاني 1 1 0 هيبقى A بار B بار C. أوكي، فهرسم ال هعمل نوت للA وآخد منها لاين واعمل نوت للبي واخد منها لاين واخد لاين من السي مباشر عشان مش هاخد منها لاين. والتو جيتس والتلاتة انبوتس دول هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اورنج مع بعض. الاوتبوت بتاع ده والاوتبوت بتاع ده هعمل له ايه؟ هعمل له اند. من اللي عندي ليه؟ لان انا هنا في البي او اس قلت عباره عن الماكس تيرم الاولاني مضروب في الماكس تيرم الثاني. كلمه مضروب يعني بقول لهم اند، ادي الماكس تيرم الاولاني رسمته ال A بلس B بلس C، الثلاثه دول بقول لهم او والماكس تيرم الثاني الثلاثه بقول لهم او اهي. الاوتبوت بتاع ده والاوتبوت بتاع ده بعمل لهم ايه؟ اند. الاوتبوت بتاع ده والاوتبوت بتاع ده اعمل له ايه؟ انت. اوكي، ده بالنسبه للسؤال الثاني. طبعا كل ده بيتكرر للبارت بي وسي ودي واي واف وجي واتش، ما فيش اي تغيير. عايز ترسم التروث تيبل بتشوف عدد الفاريبلز ده عندك هنا مثلا 5 فاريبلز عادي بتحط 5 فاريبلز، 4 فاريبلز بتحط 4 فاريبلز،
ثلاثة فاريبلز تحط ثلاثة فاريبلز في التروث تيبل مفيش حاجة، بتشوف مين في الاليمنتس دي كان فيها بار. انا مثلا كان عندي اي بي سي دي، هنا كان البي عليها بار والدي عليها بار والاي عليها بار بس السي ما عليهاش، فهعمل كولم للاي وكولم للبي وكولم للدي ومش هعمل كولم للسي بار. تمام بس بتشوف الترمز اللي عندك، هيبقى عندك ترم اسمه اي بي سي بتعمل اندنج للكولم اللي اسمه اي وبي وسي، وهنا ترم تاني اسمه بي بار دي بار، فهتعمل في التروث تيبل هنا هيبقى ترم بي بار دي بار، وهتعمل اندنج للكولم اللي هو بي بار والدي بار. وبعد كده في ترم تالت هنا اللي هو اي بار بي دي، اي بار بي دي هتعمل اندنج للكولم اللي هو اي بار بي دي، كولم الاي بار والكولم اللي اسمه بي والكولم اللي اسمه دي تعمل لهم اندنج، ولو بتاعهم بتحط في الكولم ده. بعد كده بتعمل الاف فانكشن اللي هي بتعمل اور للثلاثه كولمز دول. اوكي طبعا هيها لو انت يعني الاختلاف ما بين الامثله دي كلها ان انت ممكن يبقى عندك ثلاثه فاريبلز وممكن يبقى عندك اربعه وممكن يبقى عندك خمسه، ده الاختلاف الاولاني. الاختلاف الثاني ان انت عندك هنا عدد الترم، ممكن يبقى عندك الترم الاولاني يعني ثلاثه ترمز اهو، ده وده وده بتعمل له اور مع بعض ومع ده، ممكن يبقى عندك تو تيرمز، في ترم اهو الترم ده بتعمل له اندنج مع الترم ده لو انت عايز تجيب الاف. وفي حاجه تانيه ان كنترول زد، الحاجه التانيه ان انت اصلا ممكن تلاقي الترمز دي كلها معمول لها اور، ده مثلا ده معمول له اورنج، ده يبقى تيجي عند الستيب الاخيره بتاعت الاف وتعمل اورنج لثلاث ترمز، وهنا برضو معمل اور لده واور لده، ده معناه انك بتعمل اورنج لثلاث ترمز. في هنا بقى انك بتعمل انتنج في مفيش اور مفيش بلس، في ضرب، في ضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لما تيجي عند الترم الاخير اللي هو الاف بتعمل اندنج للكولم اللي اسمه سي بار والكولم اللي اسمه اي بلس بي والكولم اللي اسمه اي بلس بي بار. تمام، فدي كل الافكار اللي ممكن تيجي في السؤال ده. اوكي فعشان نجيب التروث تيبل بنعمل الاول بي وسي، بنعمل كل البار اللي ممكن تيجي وبنعمل كل التيرمز عشان نعمل سم اوف مين تيرم، بتحدد المين تيرمز بتاعتك بتعمل على اماكن المحايد وبتحط المين تيرمز دي على هيئه اند، وبعد كده بتعمل السم اوف مين تيرم اللي هي الاس او بي بتساوي كل المين تيرمز دي كلها مجموعه على بعض. لو عايز تجيب برودكت اوف ماكس تيرم بتحدد اماكن الفانكشن اللي فيها زيرو، وبتعبر عن الاماكن اللي فانكشن فيها زيرو دي بماكس تيرمز اي بلس بي بلس سي باورنج اوبريشن يعني. وبعد كده بتعمل برودكت اوف ماكس تيرم، الفاينل ستيب ان انت بتضرب كل التيرمز دي كلها مع بعض. درو لوجيك دياجرام بترسم، لو قال لي بس كده دروز دروز لوجيك دياجرام بتختار من الاس او بي او بي او اس، لكن لو قال لي دروز لوجيك دياجرام يوزنج تو ميثودز يبقى محتاج ترسم الطريقتين اللي هم البي او اس والبي او، ترسم الاثنين مطلوب منك الاثنين. في حاله لو هو قال لي draw its logic diagram using two methods two different methods. اوكي ده بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الثالث السؤال الثالث طالب مني قال لي هيجي لك بوليان فانكشن وهات كونفرت ات تو ذا اذر كانونيكال فورم. خلينا طبعا كل شغلنا على الاي دي، كل ده الانبوت اول حاجه الجيفن. تمام ودي كلها ثلاث حاجات ريكوايرد.
طيب مطلوب منك 3 حاجات، 1، 2، 3. أول حاجة convert، ناخد بارت ايه وطالب مني 1 convert it to the other canonical form. لو كان جاي لي الفانكشن ك summation of midterm انا بعملها، هو قصده من السؤال يعني ان انت بتعمل لها representation على هيئة max product of max term a و b و c. تمام، يعني هي لو كانت جايه لي summation of min term بتعمل لها summation of max term، summation of min term summation of max term بحولها يعني. لو كانت جايه لي على هيئه product of max term بحولها ل summation of min term. لو كانت جايه لي كده، طب لو كانت جايه لي كده اختار اي واحده منهم، انت بتحول الشكل اللي قدامك لحاجه ثانيه. تمام، طيب خليني مثلا احل السؤال رقم ايه اللي هو summation of min term، كان given summation of min term، يبقى الحل بتاعي ان هو هيساوي البرودكت اوف ماكس تيرم تيرم استنى اللي هي ايه. دلوقتي انا الفانكشن بتاعتي عباره عن 3 variables، 3 variables يعني الاندسيز هيشيل 8 سيلز. لما بيبقى عندك 3 variables يبقى التروث تيبل بتاعك بيشيل 8 سيلز، 2 to the power 3 هيشيل 8. تمام، ال 8 دي الانتسيز بتاعتها 0 1 2 لغايه 7 صح كده 8. هو هنا واخد المين تيرمز الاماكن اللي فانكشن اللي فيها وحايد الاماكن اللي هي 2 و 3، خلينا نكتبهم بالتفصيل وخلاص. 0 1 2 3 4 5 6 7. تمام، طيب لما هي الانديسيز دي هو قايل لي ان الفانكشن بتساوي السمشن اوف مين تيرم الانديسيز دي، يعني الانديسيز اللي هي 2 و3 و6 و7 دي الفانكشن فيها 1. يبقى الانديسيز دي اللي هي ايه؟ صفر سوري الاندكس ده كان بواحد والاس اتنين وتلاتة، اتنين وتلاتة وستة وسبعة، دي كلها اماكن الفانكشن اللي فيها ايه؟ واحد. يبقى الاماكن التانية كانت بكام؟ كانت بزيرو، ده زيرو وده زيرو وده زيرو وده زيرو. يبقى الاندكس رقم كام هو اللي فيه زيرو؟ ما انا لما اقول summation of min term يعني الاماكن اللي في الفانكشن فيها بواحد الاندسيز دي. طب لما اجي اقول برودكت اوف ماكس تيرم يعني الاماكن اللي فانكشن اللي فيها زيرو، يبقى اللي هي الاندكس ايه؟ الاندكس ده زيرو والاندكس واحد، ده المكان اللي فيه زيرو الاندكس بتاعه ايه؟ زيرو. وده المكان اللي هو فيه زيرو الاندكس بتاعه ايه؟ واحد. هنا عملنا زيرو وواحد، وده المكان فيه زيرو الاندكس بتاعه ايه؟ اربعه. يبقى اكتب اربعه، وهنا زيرو والاندكس بتاعه ايه؟ خمسة. يبقى خمسة. يبقى السؤال الاولاني لو عايز اكونفيرت اللي موجود لكانونيكال فورم تاني او شكل تاني، هيبقى بدل ما هو summation of min term 2 و3 و6 و7 هيبقى البرودكت اوف ماكس تيرم 0 و1 و4 و5، الاماكن اللي فاضله اللي لم يتم ذكرها في المين تيرم. تمام، عرفت ازاي ان هي 0 و1 و4 و5؟ يا اما تعملها بالظبط كده زي ما انا عملت في التيبل، يا اما تعملها انت لوحدك يعني انت الدنيا عندك من صفر لسبعه، هتكتب صفر صفر تحط في دماغك صفر اتذكرت هنا لا يبقى تتذكر هنا، الواحد اتذكرت هنا لا يبقى تتذكر هنا، الاثنين اتذكرت هنا ما تتذكرش هنا، الثلاثه اتذكرت هنا ما تتذكرش هنا، الاربعه ما اتذكرتش في المين تيرم يبقى تتذكر هنا، الخمسه ما اتذكرتش، السته اتذكرت والسبعه اتذكرت. فاهمني؟ يعني لازم مجموع الاليمنت اللي تبقى موجوده هنا هي كل الاليمنت المفروض تظهر في الفانكشن.
خلاص بس اللي تذكر هنا ما تذكرش هنا. اوكي ده إجابة السؤال الأولاني. طيب بيقول لي obtain its boolean function as s o b and b o s. طبعا لما أجي أجيب السؤال الأولاني وكده كأنه ما سألش حاجة، بقول السؤال الأولاني يعني رقم إيه عايز أجيبها ك s o b، وهو أصلا جايب لي في الجيفن، الجيفن بتاعي كان على هيئة s o b summation of إيه. ممكن تروح قايل لي كده إن ال s o b بتساوي السمشن من ترم 2 و3 و6 و7 تمام. طيب لو عايز اجيب البي او اس انا، بس السؤال يبقى واضح، هو هنا بالنسبه للسؤال ده بارت ايه هو مديني جيفن حاجه، مديني الفانكشن كاس سمشن اوف من ترم، وجالي في المطلوب الثاني قال لي اوبتين ذا بوليان فانكشن از اس او بي اند بي او اس. هي اصلا جايالي بي او اس، هي اصلا جايالي على شكل اس او بي، يبقى الاس او بي بتاعي بيساوي سمشن اوف من ترم. لو هو عايز البي او اس، البي او اس بتساوي برودكت ماكس ترم. هو ال بارت ايه ده ما فيهوش مشكله، 0 1 4 6 4 5. طيب انا بس بخلص بارت ايه وبعدين لو في اي حاجه تانية بقوله في الـ في الـ في الايمنتس التانيين. طيب السؤال الثالث درو اتس لوجيك دايجرام. لو عايز ارسم اللوجيك دايجرام، لو عايز ارسم اللوجيك دايجرام يبقى لازم ارسم الاس او بي او البي او اس. طيب ارسم البي او اس والاس او بي ازاي؟ انا اختار واحده فيهم، خلينا مثلا الاس او بي. هرسم الاس او بي ازاي؟ مش لازم يكون قدامي، انا لما اجي ارسم كده هقول هيبقى عندي الفاريبل اي والفاريبل بي فاريبل سي، عايز اعرف مين اللي عامل لهم اورنج ومين اللي عامل لهم اندنج، يبقى لازم دي تبقى جايه لي بالشكل الثاني اللي احنا متعودين عليه. الاس او بي ممكن تجيبها على هيئه السمشن اوف منتر، ممكن تجيبها ان انت تذكر الاليمنتس دي بالتفصيل، المنترم الثاني شكله عامل ازاي تمام. المنترم الثاني طبعا خليني هنا طيب لو عايزه ارسم اللوجيك دايجرام للمساله دي لازم يكون قدامي المين تيرمز بالتفصيل، a بلس b بلس c او a b c جنب بعض كده واشوف مين فيهم اللي بار، فاحط الاليمنتس دي A B C تمام. دي هتبقى A ودي B ودي C ودي F ودي الA الاندسيز تمام. الاندسيز رقم 0 1 2 3 4 5 6 7 الانديسيز انا اتفقنا طبعا ان الفانكشن بتساوي السم اوف مين تيرمز، دي يعني دي الاماكن اللي الفانكشن فيها واحد، اندكس 2 و3 و6 و7، يبقى الاندكس 2 و3 و6 و7 دي الاماكن اللي فيها ايه؟ وحيد.
لو جيت املي فوق الانبوت ده هيبقى عباره عن ايه؟ 4 اصفار، اربع اصفار، 4 وحايد، 0 1 0 1 وهنا 0 1 0 1 0 1. تمام. انا interested بالالمنت دي، ودي اللي الفانكشن فيها واحد، الفانكشن واحد هنا وهنا وهنا. تمام. طيب بريبريزنت بقى الفانكشن دي ازاي؟ لو انا عايز اقول المين تيرم ده، بدل ما اقول ال السؤال رقم 3 قال لي درو اتس لوجيك ديجرام، هرسم الاس او بي. بس عشان ارسم الاس او بي لازم الاس او بي تبقى جايه لي متفرطه كده، بدل ما تبقى السمشن اوف مين تيرم 2 و3 و6 هتبقى عباره عن ال A وال B وال C جنب بعضها، A B C plus A B C plus A B C plus A B C. 4 حاجات محطوطة جنب بعض، دول 4 ترمز، 1 2 3 4. هيبقى السم اوف مين ترم عبارة عن 4 ترمز، 1 2 3 4. انا بس عايز اشوف مين فيهم اللي هيبقى في عليه بار. تمام. الاليمنت ده 0 1 0، هيبقى ده عليه بار وده عليه بار. تمام. الاليمنت ده 0 1 1، هيبقى اللي عليه صفر هو هيبقى عليه بار، اللي كنت صفر هو اللي هيبقى عليه بار. طيب ده 1 1 0 1 1 0، تبقى ال C هي اللي عليها بار. طيب الاليمنت الاخير كلهم واحد، يبقى كلهم ما لهمش بار. اوكي. يبقى ده شكل الايه، ال S O B بتاعتي. دي اللي انا عايز ارسمها. اوكي. طيب عشان ارسم لوجيك دايجرام لازم يكون عندي ال variables A B C في لاين نازل من ال A ومن ال B ومن ال C. تمام. عندي هنا اول ترم A B C، بس ال A B منها بار وال B طالع منها بار، يبقى عندي هنا A بار باخد منها واير، والبي بس من غير بار، والسي عليها بار اخد منها واير. 3 دول هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اند. طيب لو عايز اخد الترم الثاني، الترم التاني عبارة عن ال A بار، هاخد واير من ال A بار، B C باخد واير من ال B بس ومن ال B بس من غير أي بار، وأعمل لهم هم إيه؟ أعمل لهم AND، وهكذا بقى للتلاتة التو ترمز التانيين. A B C بار هاخد واير من ال A، هاخد واير من ال A وواير من ال B، واخد واير من الايه، من السي بار. طبعا انا ممكن ارسم بار يعني كمان بار تاني، كمان نوت تانية، بس عادي. طيب الاي بي سي هاخد واير من الاي، واير من البي، واير من السي، هعمل لهم اند،
الاب بتاع كل الجيتس دي كلها اعمل لها اور. تمام، ده إجابة السؤال الثالث، إجابة بارت 3 السؤال الثالث. تمام، الاختلاف بين ال كلير. لو عايز مثلا أحل السؤال ده، السؤال ده هو نفس السؤال الأولاني، ما فيهوش مشكلة. طيب ده لو قال لي convert the other canonical form، يبقى هخلي the summation of max term تبقى البرودكت اوف ماكس تيرم تبقى سمشن اوف مين تيرم، وده زيه وده زيه طبعا. طيب ده الاثنين دول اكونفرت ده تو اذر كانونيكال فورم، بحول الشكل ده لاي شكل تاني. تمام، بحوله للاس او بي، بحوله للبي او اس كده. طبعا انا كاني بعمل ريبريزنتيشن للفانكشن او الانبوت اللي جاي لي بشكل تاني، مش احنا واخدين خمس طرق ان انا بريبريزنت البوليان فانكشن، يا اما بالسمشن اوف مين تيرم او سمشن اوف ماكس تيرم او الجبريك فورم او اللوجيك سيركت او الترو ستيبل. لو عملت البرزنتيشن للحاجه دي على هي ترو ستيبل ماشي، لو عملت ده برضه على هي ترو ستيبل ماشي، وهكذا ده برضه. اوكي، بتحول اللي جاي لك لاي طريقه من خمس طرق. اوكي طيب، بس عايز بقى تقول البوليون فانكشن كاس او بي. طبعا ده خلاص لو عندك الترو ستيبل بتشوف اماكن الفانكشن اللي فيها وحيد، وبتجيب المين تيرمز وبتحط المين تيرمز كلها جنب بعضها، يبقى انت جبت الاس او بي. تلاحظ ان هو اوبتين اس بوليون فانكشن از اس او بي اند بي او اس، يعني الاثنين مع بعض. ممكن يجي لي از اس او بي اور بي او اس، يبقى بتجيب واحده فيهم بس. تمام، طبعا بالنسبه للسؤال ده. طيب السؤال الرابع مطلوب مني ايه؟ طبعا هو طالب مني ان انا احل السؤال ده على بارت A و B و C و D. تمام، فدي الحاجات ال given. ودي الحاجات الـ required. اوكي طيب، طالب مني ايه؟ طالب مني 1 2 3 4 5، طالب مني 5 حاجات في السؤال ده. هو اصلا يعني هو لما يطلب مني ال5 حاجات كده هو بيسهل عليا، بس هو اصلا كان ممكن يطلب منك دي بس. لو جالك سيركت وقال لي اوبتين ذا بوليان فانكشن اس اس او بي اند بي او اس، يبقى انت مطالب تجيب الحاجات دي كلها. طبعا دي الناس اللي هي بترقد بسرعه يعني، بس عامه عادي خالص ممكن نحل السؤال ده من الاول. هو مطلوب نحله من الاول، فهنحله من الاول. بس انا كنت عايزه ادي هنت ان مش شرط عشان تجيب، مش شرط ان هو يجي لك في السؤال يجي لك ال5 اسئله دي، ممكن بس لو قال لك هدي لوحدك هتضطر تجيب الايه؟ الفانكشن دي، الحاجات دي كلها. طيب خلينا بس نجيب السؤال الرابع. بيقول لي اوبتين ذا بوليان فانكشن. انا دلوقتي مديني السيركت وبيقول لي اوبتين ذا بوليان فانكشن، يعني قول لي السيركت دي بتبريزنت انهي بوليان فانكشن. تمام، طيب الفانكشن دي لها 3 انبوت A و B و C. المطلوب الاولاني ده 1 2 3 4 5. المطلوب الاولاني اوبتينز بوليان فانكشن، انا عندي الاي وبي والسي، عامل ايه في الاي والبي؟ عامل ايه عامل الاي والبي اند، وبعدين عامل لها نوت، فيبقى عندي ايه بي نوت. اوكي، وبعد كده عامل للسي
بعد كده عامل السي بار، عامل فيه سي بار لوحدها كده تمام، وبعد كده عامل الدي البي لوحدها، وعامل الثلاث حاجات دي كلها اند. يبقى الاي بي بار معمول لها اندنج مع البي، معمول لها اندنج مع السي. تاني انا دلوقتي عندي اند جيت، بعمل بطلع الاوتبوت اللي اسمه واي، واي بيساوي اند جيت بثلاثة تيرمز، دخلها ثلاثة اند جيت، دخلها ثلاثة انبوت تمام. الثلاثة انبوت دول عبارة عن ايه؟ الانبوت ده عبارة عن سي نوت صح كده؟ اهو، والانبوت ده عبارة عن البي، هيبقى البي. الانبوت ده عبارة عن الاوتبوت من الاي والبي اند نوت، يبقى الاي والبي اند نوت صح كده؟ طيب ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عايز التروث تيبل، نعمل التروث تيبل. طيب بعمل الترمز بتاعت الأساسيات بتاعت الفانكشن A و B و C، وأشوف مين فيهم عليه بار، فيبقى عندي C بار بس هي اللي عليها بار، وبعد كده أحط الترمز اللي هو ال A B، الترم الأولاني اسمه A B، بعد كده بعمل الترم الأولاني اللي اسمه A B، بعمل له A B بار، وبعد كده بقى عندي الفانكشن اف اللي هي عبارة عن ان انا بعمل اندنج الاليمنت ده مع الاليمنت ده مع الاليمنت ده تمام. صفر 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 واحد 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 واحد. طيب صفر صفر واحد واحد طيب صفر طيب ال C بار عكسها 1 0 1 0 1 0، ال A B ال A B بعمل لهم اندنج اللي هو الكولم ده والكولم ده، واشوف مين فيهم كان فيه واحد مع بعض، الاقي ان الاليمنت ده الاليمنت ده اهو، واحط هنا واحد والباقي كله احط فيه اصفار. طيب لو عايزة A B بار بعكس كل اللي معايا، كل اللي في ال A وال B كولم، ده يبقى زيرو ده يبقى زيرو تمام. بعد كده ال F function دي عبارة عن ان انا بعمل اندنج لل element ده وال element ده وال element ده، ال اند يعني ادور التلاتة كولم دول مع بعض واحد فين، مع واحد مع بعض ولا لا، الاقيهم واحد مع بعض في الاليمنت ده بس تمام. واحد 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 اوكي، التلاتة دول ما اتفقوش مع بعض غير في الاليمنت ده
تمام. هي بقى الاف بتاعتي كلها اصفار. طيب list all min terms. المين تيرمز اللي عندي ده السؤال الاولاني، ده السؤال الثاني. السؤال الاولاني اللي انا بجيبه كابوليان فانكشن، السؤال الثاني. السؤال الثالث ان انا بجيب كل المين تيرمز اللي عندها، يبقى عندي مين تيرم واحد بس، لان انا عندي واحد بس اللي هو كوبت واحد. مين تيرم اندكس بتاعه 0 1 2 3 4 5، الاندكس بتاعه 2، يبقى الام 2 بيساوي عايز اجيب الام 2 البنتشا الام 2، هاخد 3 انبوت دول احطهم جنب بعض A B C، ده بار وده بار، لان انا عندي 0 1 0، يبقى A بار B C بار. اوكي. طبعا السؤال الرابع لو عايزه لست كل الماكس ترم، ده سؤال طويل، بس لو عايزه اجيب ماكس ترم واحد فيهم بس هو ماكس ترم 0، بتحط انت بقى كل الانتس دي 0 1، لان دي كل الاماكن الفانكشن اللي فيها 0 0 1 3 4 5 6 7. فده مثلا من ترم 0 هيبقى عبارة عن ال A plus B plus C. طيب هل هيتساب زي ما هي كده؟ لا، كلهم اصفار. ماشي، هيبقى هي كلها اصفار A بلس B بلس C. تمام. طيب obtain the boolean function as SOB. طيب دلوقتي البوليو السؤال الخامس، thank you.